هذا خيريه دير الميكروفون فمك باش نشوف دابا راه مطلوب لك الله يدير الميكروفون هذه الخيريه وهذا السيد باع هذه وجا وقفوه يعني الجمعيات وقفوه ملي وقفوه ها انت كتشوف باقي الحجر باقي الرمله باقي الحديد وسيدي هذا باعها سي مؤمون سي بوعبيد اذكر لي الاسماء اش دير فتحمل المسؤوليه ديالك لا من الصباح وانا كنقريك ونقول لك الاسماء ما تذكرهم ليش الله يعطيك الصحه الله يجازيك بالخير لا قلت لك اش غادي نقول واش قلت لك الاسماء ما تقولهاش لا يلا 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 حط الميكرو واش قلت لك الاسماء ما تقولهاش والله يجازيك بالخير لك تبع متبعش معنا بلا ما نحب نديروا هذا الشيء كامل قول لنا المشكله ديالك شنو هي هذا المشكل هذه البقعه باحه زين باب ديال الخيريه ولا دخلوا الجمعيات وهذا ولا وقفوه وقفوا له البيع ملي وقفوا له البيع داروا سميتو ها انت كتشوف كراج ديال الخيريه هو باعو ها الحجر ها الرمله ها الحديد ملي ولا لا السيد يمكن رجعوا له فلوسه وناضت الحي عاود هادشي ها هو باقي الحديد باقي الحجر كنطلبوا من سعاده العامل يدخل الحكم ديال هادشي لا ما عدوش ما عدوش واش درت شي اجراء شي شكايه لشي العمل السيد داروا شي شكايه داروا شكايه عليها العامل دخل ولكن هي بقى الاثار ديالها باقي غدا يجي ثاني تباع فهمتيني يعني دخل سيد العامل ساعد العامل دخل ولكن راه باقى الحاله هي انت كتشوف بحال المزبله ديال الواد قدام الدار ديال الخيريه هذه الخيريه هضرات لي تسمى الكراج ديال الخيريه جات الطوموبيل توقف هنا جات شي لجنه توقف هنايا هو بغى يحيد لهم النفس واخا غادي تكون الدخله ديال هو السلطه ولا الجماعه ولا شكون الجماعه يلا وسيدي دابا غنمشيو لهيه غنشوفوا كارثه عظمى غنشوفوا الكارثه العظمى لهيه كثار من هاد الكارثات الصغيره اكثر من هذه اكثر من هذه نحبس اذا اخواني اخواتي المتتبعي الكرام لقناه شوف تي في هذا المواطن هذا ومجموعه اخرين من المواطنين نحن غنستضيفهم حاليا كيتشكوا بان المجلس الجماعي يعني حسب الوثائق اللي عندهم كيقولوا بان المجلس الجماعي حادث واحد التجزئه سريه غير قانونيه وسيد العامل الاقليمي سيدي قاسم خدا القرار ديالو في خصوص توقيف اول او ثاني او ما عرفش العدد ديال هذه البقعه الاولى من هذه التجزئه وقفها من البني لانها جات امام الخيريه وحاليا هنا كنشوف واحد مجموعة اخرى ديال الاراضي خدامه كتبنا غير قانونيه برخص برخصه ياك الشريف اشرح لنا هذا الموضوع ديال هذا سيدي الرخصه سيدي الرخصه تعلقت خمسه رقم ديالها خمسه بتاريخ 14/7/2022 وسيدي ما انه هو مشينا ملي مشينا درنا طلب الرئيس المحكمة وحكم قضائي أمر قضائي جبنا الأعوان قضائيا جوج بجوج الأول تبع مشى الجماعة رفض له الرئيس وداكشي تا هو رفض له ولينا درنا شكاية ثانية رئيس المحكمة وجنا عون أخر تقريبا 10 أيام وهما يديوه ويجيو به ملي سميتو ثاني رفض له ولا جا حيد الرخصة من عين المكان وانت كتشوف تجزئه عشوائيه كاين شي ناس هنا اللي غادي ها هما مازال كيتسناوكم مساعده الصديق سميتك ها هما وزيد من غير هذا قطع حتى الشجر واش عنده شي رخصه على الشجر قطعوا والسلطه موقفه يعني السلطه العامل موقفه والسلطه المحليه وراه هو سلطه محليه لا هو كيتسمى سلطه محليه الجماعه لا القائد اللي موقفه القائد اللي السلطه المحليه اللي موقفها القائد جا الشيخ وجا هذا كلشي وقفوه هنايا وهذه التجزئه انت كتشوف العاله انت طمعت في الشجر شجر شجر يعني ذاكره هذه البلاد سميتو فينا هي قالس كيدير اللي بغى كيدير اللي بغى وقالس كي سميتو والسبيطار قال لك ديال الدوله قال لك ديالو قال لك باغي يبيعو ربما باع شحال من ضحيه مشى بداك السبيطار شحال من بقعه باع واش نهار يبيعني انا ديك المره دخل عليا المحافظه واش نهار يبيعني انا شي نهار يلوحني هنا يطمرني
ما فهمتي؟ ها المطمور هادشي نهار يطمرني هنايا. واش هذا فرعون هذا شنا هو هذا؟ من يحميه؟ وكنطلبوا من سعادة العميل، كنطلبوا من سعادة العميل يقيلوا ولا يشوفوا اش غيدير مع هذا السيد. متابعات راه كاينة، عدة متابعات. وهذا السيد ما فين؟ وشحال من ضحية؟ شحال من ضحية مشاها المنتورة؟ ادى الفلوس، ادى الريح، شاري الريح. وشاري الريح والسبيطار ديال وزارة الصحة تبايعو. كيفاش السبيطار؟ السبيطار كيتنصب عنده السمسارة ديالو مع المنتخبون وكيبيع، غادي كيبيع. ملي كيقولو ورينا البقعة عشوائية ما كايناش. فينا هي؟ شحال من ضحية؟ وأنت كتشوف فين الرخصة؟ خمسة بتاريخ 14/7 فينا هي؟ وكلاها وكلا هو والمدير ديال الجماعة. والسي رشيد فينا هو؟ داك الاسماء صح. انا كنسمع لكم. اذا اخواني اخواتي متتبعي الكرام، نشوفوا واحد الشخص واحد اخر ربما السيد شي شويه كينهار وكيبقى يجبدنا في الاسماء. شوفوا واحد الشخص اخر يعطينا المعلومات. تفضل اخي. السلام عليكم. اولا مرحبا بك السي ادريس شميشه. نعتذر على هاد اللقطات ولا هاد الكلمات اللي تقدر تكون بانها زله لسان. نعتذر للساكنه ونعتذر للجميع ونعتذر للمشاهدين الكرام. نعتذر لهم دائما بصفتنا دائما كمراسلين وكحقوقيين وكمناضلين. كنعتذروا دائما للجميع، كنعتذروا دائما للجميع وكنعتذروا للمشاهدين ديالنا. تقدر تكون من الام ادريس، تقدر تكون زله لسان او بانها انفعال. هنا كما كتشاهدوا هذه هي التجزئه السريه اللي كنا تكلمنا عليها سابقا، وهي هذه. وهذه هي البقعه ديال الاخ رشيد المزيان اللي تكلمنا عليها وتكلم عليها الاخ رشيد مزيان، كان خرج بعده فيديوهات. هنا عندنا واحد المداخله اللي كان السيد علي نانا كان دار واحد الشكايه تقدم بها للمحكمه. هنا اليوم المطالبه ديالنا السيد عامل عماله اقليم سيدي قاسم السيد نادر بن الحبيب. هاد الناس هادو راه ولاو طاغين، ولاو كيتكلموا غير بالنفوذ وكيتكلموا غير بالفلوس. هاد الناس هادو ولاو كيتكلموا بالنفوذ وكيتكلموا بالفلوس. اي حاجه كيقول لك كما جاء في على اللسان ديال النجل الرئيس، بان كما جاء على اللسان ديال ابن الرئيس. وكان في هذا الموضوع هذا وكان في هذا الشأن هذا كان تهديد خطير للسيد علي نانا. شنو كيقول ليه؟ بان قطع اللسان وبان خذ 100 متر وغير سكتنا وهنينا. حنا ما كناخذوا لا 100 متر لا 50 متر ولا حتى شي حاجه. هنا كتشوفوا هذه الجزئه هذه، ها هي تكوين جزئه سريه. وغادي نعطيكم حتى الفقره وحتى المتابعه. الكلام اللي كتقول انت الكلام اللي كتقول للاخ بانه كلام خطير، بانك يقول خذ 100 متر وسكت. واش كاين شي ادله؟ كاين شي اثباتات؟ عندنا دليل وعندنا تسجيل فيه 24 دقيقه، ما كنتكلموش من الفراغ. عندنا تسجيل فيه التسجيل ما حاولتوش انكم تسلموه سميتو الجهات المختصه او التسجيل هذا مازال البحث راه جاري. الاخ نانا كنضامنوا معاه تضامن مطلق. نعم. واش هاد يعني باش نخليو حتى المتتبعين الكرام ياخذوا يعني فكره شامله، واش هاد التسجيل الصوتي اللي كتهضر عليه ان السيد كيقول كم خذوا 100 متر ديال الارض وسكتوا، واش عندكم تسجيل او لا؟ كاين تسجيل. واخا هاد التسجيل هاد التسجيل صوتي. نعم. هاد التسجيل واش ما حاولتوش انكم تفرغوه سيدي وتقدموه للسيد وكيل الملك؟ تم التفريغ ديالو تقدم للسيد وكيل الملك، والمتابعه كاينه ودار التفريغ ديالو بعون قضائي بواحد بواحد. وكاينه حتى باش تشوف المهزله تاريخيه، تشوف الاعضاء القمه ديالهم مستوى ضعيف جدا. شوف الاعضاء اجي عندنا وخرج، حنا كنضامنوا معاهم تضامن مطلق من هنايا من هذا المنبر هذا، تضامن مطلق ولا مشروط. هنايا كنزيدوا كناكدوا كنشوفوا هذا التكوين ديال الجزئه السريه وكنشوفوا هذه الخيريه. كون كانت هذه كون كانت دار الاجازه والناس حطوا والديها هنا، قسما بالله العظيم اللي ما يقدر يبيع الاعضاء ديالهم، يبيع لهم اما كلوه ولا يبيع القلب، يقسمهم ويبيع لهم طريفات طريفات كما جاء على اللسان ديال العميل. واخا عندكم شي حكم هنا؟ عندنا هنايا هنا غادي نعطيكم المتابعه ديال التجزئه السريه، متابعه المتهمان من اجل مخالفه احداث تجزئه عقاريه بدون ترخيص طبقا للمادتين 63 و64 من القانون رقم 9025 المتعلق بالتجزئات العقاريه والمجموعات السكنيه والتقسيم العقارات. ثالثا احاله المتهمان على المحكمه لمحاكمه طبقا للقانون في حاله صراح
يعني متابعان في حاله صراحه الناس هادو راه تكوين تزئه سريه. شحال كتكون ترى كتكون المده ديال المتابعه في حاله صراحه؟ المده وراه مازال دابا المحكمه راه واخده المسائل ديالها. هنا رابعا نامر بتبليغ النسخه من هذا الامر الى المتهمين والدفاع ديالهم. احنا اليوم كنطالبوا السيد العامل ممثل جلاله الملك السيد نادر بن الحبيب، راه كنطالبوه راه كابناء المنطقه وكنضامنوا مع السيد علي نانا كما شفتوا في الفيديو ديال حميد المهداوي مشى جبد لهم الملفات ديالهم كاملين. واش السيد كيقول لك السبيطار ديالي؟ هذا ولا كيقول لك السبيطار راه ملك ديالي، هو السبيطار عطاته الدوله هيبه. كيفاش السبيطار ملك ديالي؟ السبيطار ديالي تيتر، انا تيتر فونسي داخل فيه. حاول ما تهضرش شويه مزروب حتى المتتبعي يفهم. مرحبا تفضل. مرحبا. دابا انت كتقول ان هذا السيد كيقول السبيطار ديالو، واش عنده هذه واش كلينيك ديالو هذا ولا شنو؟ ودابا هذا ولا هذا مركز صحي، هذا مركز صحي ديال الدوله، ديال الدوله كانت كتعالج فيه الساكنه كامله 23 دوار ولا 24 دوار اللي كتعالج فيه. مي حولوا السبيطار هذاك سكن وظيفي مازال الناس ساكنه فيه، وراه مازال ذاك السبيطار مازال سكن وظيفي الناس مازال ساكنه فيه. هذا السيد هذا اش كيقول لهم؟ كيقول لهم بان هذا السبيطار هذا راه ديالي. وكيما واش البنايه اللي ديالو ولا الارض ديالي ديالو؟ كيقول لك الارض ديالي، هذا مابقاش كيتكلم لك على الزينه، كيقول لك الارض هذه كامله ديال السبيطار. شو شحال من المتر كاينه تما؟ واش 3000 ولا 4000 متر؟ كيقول لك هذه راه ديالي. عندكم شي اثباتات في هذا الموضوع هذا؟ وكيقول لك قال السي علينا في التسجيل وخذ واحد 100 متر ونقص واحد العضو، قال له لا خذ 80، لا عطيوه 104، عطيوه 85. هذا الشيء راه خطير جدا. هنا اليوم المطالبة ديالنا ديال السيد ممثل جلالة الملك والسيد عامل عمالة إقليم سيدي قاسم، راه تا هو مسؤول في هذا الشأن المحلي، تا هو راه عنده الصفة الكاملة. حنا المطالبة ديالنا ما بقينا باغيين حتى شي حاجة، ما بقينا باغيين حتى شي حاجة، ولينا باغيين العزل ديال هذا السيد هذا، العزل من هذا المنبر هذا. كنطالب السيد نادر بن الحبيب يقدم لنا العزل ديال هذا السيد هذا، وراه كاين العزل كما عزلته السيد رئيس ديال زرارة، وكما درتو السيد رئيس ديال جماعه زراره، وديروها حتى الرئيس ديال جماعه الخنيش. هذا الشيء راه بزاف. هذا السيد راه ولا طاغي كيتكلم لك عبد النفوذ. انا كنقطع اللسان، انا اللي هضر اوالي، وانا ما عندي تسجيل ديال 24 دقيقه. اللي كيهضر انا كنربيه، كيتكلم بالمال وكيتكلم بان جدار شوف بان رجال الدرك الملكي بانهم في يديه، بان المحكمه السيد وكيل الملك مع كامل احتراماتي من هذا المنبر هذا، مع كامل احتراماتي السيد وكيل الملك بانه ديالو. القضاة من الكبير حتى الصغير ديالو. تصور من الشاوش اللي كيتسخر في المحكمه كيقول لك بانه ديالي. الفرقه الوطنيه هادشي بزاف. الفرقه الوطنيه حتى هي كيقول لك بانها ديالي، وهادشي بزاف. كيفاش قال لك كيفاش قال لك الفرقه الوطنيه؟ الفرقه الوطنيه هو اللي كيتحكم فيها، هو اللي كل شيء، هو اللي مسؤول. المال والبنون زينه الحياه، هو اللي كيتصرف. صافي عندك الفلوس هو اللي صافي. واش عندكم شي اثباتات كيقول بان الفرقه الوطنيه ديالو؟ الاثباتات راها كاينه كثيره، راها كاينه في التسجيل صاحبي، راها كاينه استاذ الله يخليك السيد ريس الشميشه، راها كاينه في التسجيل. هاد السيد راه ولا طاغي. حنا خرجنا اليوم عند الدعاء بجلابه ديال الجبال. واخا هاد التسجيل هذا اللي كتهضر عليه انت، واش فيه بانه كيقول بان الفرقه الوطنيه راها ديالي؟ قول لنا بالتفصيل شنو فيها التسجيل. بالتفصيل نعطيك خير دليل. خير دليل واش هذا اللي كيقول له نذبح لك جمل الا جات هاد الفرقه هادي او هاد القضاة اللي جاو؟ الا جات نذبح لك جمل، نذبح لك السي فلان نذبح لك جمل، واش بقى؟ تسجيل صوتي. واش تسجيل صوتي يا صاحبي؟ غنجبدوا لك دابا 24 دقيقه. حميد المهداوي خدم مقتطفات اللي جميله جدا، وتحيه للسي حميد المهداوي. شكون حميد المهداوي؟ صح، حميد المهداوي ابن موقع بديع، ابن المنطقه حتى هو كذلك، واستقبل السي علي وجبدوا الملفات كاملين. وهادشي راه بزاف. هادشي راه بزاف. السيد ولا طاغي كيقول لك وانا القايد راه ديالي، رئيس الدائره راه ديالي، مول الماء مولي الماء دياولي مولي الماء، راه لاني ما تحكمتش فيه شي مول الماء، راه لا ما تحكمتش فيه راه ما يخرجش يصايب لكم الماء. والقاضي راه ديالي. وزيد بدون ذكر الاسماء. لا الاسماء لا تحمل مسؤوليه. انا قبل ما نبدا معك الفيديو قلت لك الاسماء لا. واحد القاضي لا جيت نجبد لك واحد القاضي كيقول لك هذاك، راه جيت نقول لك السميه ديالو راه عيب وعار للسيد وكيل الملك ممثل جلاله الملك، راه حرام، راه نقدر نكون انا في المتابعه. كيقول لك هذاك السيد هذاك الاسم ديالو ذاك القاضي راه ديالي، راه في جيبي. وهنا هنا اخر المطاف. انا ما جيت نجاوب على شي سؤال. اخر المطاف، احنا في دوله مغربيه عندنا حق وقانون اللي مخولوا لنا سيدنا والدستور المغربي. يعني
هنا هاد السيد هذا خصو ماشي متابع، راه كيما قال واحد السيد هذا راه ما خصوش المحكمة السيدي قاسم، هذا راه خصو يتحاكم في لاهاي. والسلام عليكم المتابعين. إذن إخواني أخواتي متتبعي قناة شوف تيفي، من مدينة الخنيشات إقليم سيدي قاسم نقلنا لكم المعاناة ديال الساكنة، وكما تبعتوا معنا إخواني أخواتي هذه الوضعية فإنها وضعية في حالة يرسلها، ولنا عودة إن شاء الله في موضوع آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واخا أيه مرحبا، باقي شي باقي ما تضيف؟ مازال عندي ما تضيف. أنتم الإخوان كانت الرخصة معلقة هنايا المتسبعين، وأنا كنتكلم للسلطة لا من المخابرات لا من كل شيء، الرخصة كانت معلقة هنايا، تحيدوا ديك الرخصة وداروا ممنوع رمي الأزبال. وهاد هاد الأشجار هادي فينا المياه والغابات؟ فينا هو المياه والغابات؟ علاش تقطع هاد الأشجار هادي؟ علاش غادا تقطع؟ وها هي حيدوها وداروا ممنوع رمي الأزبال. هادشي هذا راه ما ان شاء الله ما بقى لنا فين نزيدوا في هاد خنيشات، قسما بالله الناس ولات، والله الا الناس ولات في خنيشات. الساكنه خنيشات كاين اللي باغي تبيع الديور ديالها وتنتقل من هنايا، الناس باغيه تبيع ديور وباغيه تحول من هنايا. اعطيني القد والقد باش نعطيك شهاده اداريه وزيد وزيد، وهناك عده حيثيات، وهاد السيد هذا هو اللي كيتحكم في الاب ديالو، هو اللي كيتحكم في الاب ديالو. احنا مابقاش عندنا رئيس، ولا ولده هو اللي كيتحكم، ولا ولده هو اللي كيتحكم في كل شيء في جميع المساطير. تحياتي لكم.